ببيروت، بس كنا نقول الكدو كانت تعني الكدو من كدو من الحرب، من القذايف، من القناصة، من الاحتلال. بس اليوم ركضوا بتعني ركضوا للسلام، للأمل، للحرية. بسنة 2001 لما كنت عم بتمرن لأركض بالماراثون، صدمتني شاحنة على الطريق الساحلي بجوني. دخلت بغيبوبي وكنت بوضع خطير جدا، ولما وعيت عرفت انه الخيار بإيدي، يا بسمح لهالحادث يدمرني أو بقاوم وبنتصر. عرفت ساعتها انه اللي اكتسبته من رياضة الركض، من قدرة على التحمل، الصبر، المثابرة والعزم، محتاجتني اليوم لحتى اقدر ارجع امشي، لاتحمل رحلة سنتين من العذاب والألم خضعت خلالها ل 36 عملية جراحية. At that moment she turned to me and whispered in a voice that I could barely hear and she said this happened for a reason. مثلي لبنان كمان كان محطم، بس مش من صدمة شاحنة، من 20 سنة حرب. بعده عم يتعافى، ولكن مثل أي عملية شفاء بيحتاج وقت وقدرة تحمل وصبر ومثابرة وعزم من كل شخص منا. وهيك خطرت الفكرة ببالي، بيروت بحاجة لماراثون. كان أول مرة بيحصل هيك حدث بالمنطقة كلها، هون هالبلد الصغير اللي فيه 18 طايفة مختلفة، 20 سنة حرب والناس مقسمة، وفجأة كلنا اتجهنا نحو هدف واحد. عشرات ألوف الناس اللي بتركض بتحمل معها شعور التضامن، وهيدا اللي بيساعد على تغيير العقليات وتغيير المجتمع ككل. ولما نقتنع بقدرتنا على تخطي العقبات وتحويلها لفرص، ساعتها فينا نبدأ بإحداث التغيير. Sport does have a huge power to unite people and to bring them together and to create that camaraderie which is unique to the marathon. I am here in Beirut. I am not just with the Beirut Marathon, and especially today, not just a group of people, you know, the one they run tomorrow. Peace, love, and run. This is the time to use sport like it's never been used before, to challenge communities into doing things differently, to thinking about the world in a different way. يعني في عنا 5 بلدان حاصلين على تقريبا 45 تصنيف، وبيجي لبنان بلدان عربيين فقط حاصلين على هذا التصنيف. Please welcome the winner of the Sport for Good Award 2011, May El Khali. كبر الماراثون، وبلبنان ازدادت كمان النزاعات السياسية، ولكن مع كل كارثة حصلت أوجد الماراثون طرق لجمع الناس مع بعضهم. الركض بتصنيفه رياضة فردية، لكنها قوية لما تجمع الناس. اليوم جمعية بيروت ماراثون كبرت لتضم كل شرائح المجتمع من جميع الفئات العمرية، ذوي الاحتياجات الخاصة، المكفوفين، المحترفين والهواة،
حتى الأمهات مع أطفالهم. عناوين السباقات تضمنت شعارات كتيرة: الركض من أجل البيئة، سرطان الثدي، محبة لبنان، السلام، أو ببساطة الركض من أجل الركض. مع انتشار ثقافة الركض، أوجدت جمعية بيروت ماراثون المزيد من الطرق لإشراك المجتمع المدني. بسنة 2013 أطلقنا سباق السيدات، وهو حدث لتمكين المرأة من خلال رياضة الركض، حتى كمان شجعنا الرجال ليشاركوا ويدعموا النساء، وكانت النتائج استثنائية. بسنة 2015 أطلقنا سباق الشباب لنخلق روح المنافسة والإنجازات والمرح بين الشباب والصبايا من أعمار 7 سنين ل 17 سنة، وحتى نساهم باكتشاف المواهب ودعم أحلام الشباب اللبناني اللي بيتطلعوا ليصيروا رياضيين محترفين. دعمت جمعية بيروت ماراثون الجمعيات الخيرية والمتطوعين اللي ساعدوا بإعادة هيكلية لبنان من خلال جمع المال لأهدافهم وتشجيع الآخرين على العطاء. صارت ثقافة العطاء والعمل الخيري عادي منتشرة، وانكسرت الأساليب التقليدية، وتم خلق صناع التغيير وقادة المستقبل للبنان. كل هالأمور بتساهم لتكون حجر الأساس للسلام. نحن اليوم من ضمن أضخم سباقات الركض بالشرق الأوسط، والأهم من هيك منصة للأمل والتعاون بجزء هش وغير مستقر بالعالم، من ماراثونات عالمية لسباقات مناطقية صغيرة. حسينا قد الناس بدهم يركضوا للبنان أفضل. ومع هيدا وكله، صنع السلام منه سباق سريع، لبل أكثر هو ماراثون.